دي لي إشارة ونبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن تنطلق ابتداء من يوم الخميس 26 أبريل فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان الوطني للملحون الذي سيمتد على 3 أيام ببرنامج متنوع يشمل الجانب الفني، يشمل الجانب العلمي، يشمل أمسيات يعني لهذا الفن الأصيل في بعض الرياضات وقصور مدينة فاس. إذن هي دورة من الدورات المتألقة وهي الدورة العاشرة التي تنظمها الجماعة الحضرية لفاس كامتداد للمهرجانات السابقة وكأحد روافد مهرجانات التراث بهذه المدينة. البرنامج الفني سيشمل إذن مجموعة من السهرات الفنية التي ستنظم بفضاء مركب ثقافي الحرية. كذلك هناك برنامج علمي يشمل زيارة أو يعني زيارة ضريح السيد تامي المضغري أحد أشياخ الملحون الذي رممه المجلس البلدي لمدينة فاس. كذلك هناك ندوة فكرية علمية ستقام صبيحة يوم السبت بالمركب الثقافي. ومن خاصيات هذه الدورة أيضا مشاركة فريق نسوي، أول مرة يعني يشارك فريق نسوي لفن الملحون في هذه الدورة. إذن دورة متجددة بحضور متميز وببرنامج متنوع يعني تشكل حلقة من حلقات اليومية الثقافية التي أعدها المجلس البلدي لمدينة فاس والتي يسهر القسم الثقافي على إنجازها في يعني أوقاتها وفي حلة تليق بهذا الفن الأصيل وتليق بالحمولة التاريخية للعاصمة العلمية للمملكة. وشكراً.